10 ريال بعشر 10 15 ريال 15 20 ريال 20 ريال طول عمري المدة 8 سنين 9 سنين مع البحر. أنا بديت على الصيد، كان الأول نمشي البحر في القوارب الشراعية ناخذ 12 يوم 13 يوم في البحر. احنا كنا نمشي بالليل عن طريق النجوم. أنا سالم محمد سالم السيد شيخ الدلالين في مدينة أمنيش. أغلبية أهل أمنيش كله على البحر اشتغل، وكانوا عايشين على السمك وعلى صيد البحر. البوات الشراعية هي الأساس في الأول، قبل السيارات هي الأساس الأولي. القوارب هي طبعاً تختلف عند وضعة الخشبة، واحد يبغى حقة سباق، واحد يبغى حقة حمولة. نجارين على رغبة الزبون يسوون. سبقت 2 مرات، جبت الأول برضه. هذه البوت حقتي اللي كنت فيها سوينا السباق فيها، وأخذت عليها سيارتين وسيف. المدينة كانت صغيرة، وكانت أول تصدر الصدف والنهاد، تجيب العدس والرز عن طريق القوارب الشراعية. بعدين تطورت الحاجة وكبرت البلد، والحمد لله اليوم في نعمة من الله. متأملين في القادم يعني المشاريع الموجودة، متأملين إنه حيكون في شيء كبير وجميل لأمنيش إن شاء الله. أحسن منطقة على الشاطئ هي مدينة أمنيش، كله من خير البحر.